العنكبوت الصهيوني وفي وجه الإمبريالية الأمريكية كي يخسر أنفهم وكي يقول أن الشعوب يمكن أن تنتصر. نقف في جبهة عريضة تحاز خيار المقاومة، إن في فلسطين أو في لبنان أو في العراق الجريح الذي يقاوم وما زال يقاوم والذي يقدم قوافل الشهداء والذي يقول أن الشعوب تستطيع أن تنتصر. نناقش هنا في هذا المؤتمر محاور سبع تدور حول الثورة والمقاومة وتسعى إلى تأسيس آلية شعبية عربية وإسلامية تقوم بدعم خيار المقاومة. التحية لأرواح الشهداء. والعهد والقسم لأمتنا العربية والإسلامية أن نسير على ضرب الثورة والمقاومة وأن نحقق أهداف التحرير والخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو صاحب المبادرة لهذا التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة، وهو المناضل اللبناني العربي الذي لا يهدأ أبدا، دائما وأبدا في حركة دائبة من أجل الانتصار لروح المقاومة ومن أجل بث روح المقاومة في كل أرجاء الوطن العربي. إنه الدكتور يحيى غضار رئيس الهيئة التأسيسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة والسيادة، أيها الأخوة والأخوات، التحية لكم جميعا من التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة، والتحية للطيب الاسم والطيب السريرة سماحة شيخ الأزهر المقاوم في زمن التحديات والفتن الموصوفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر هبة النيل والأمة هبة مصر، فكما تتغذى أوردة مصر من نمير النيل، كذلك تسري دماء الحياة في الشرايين في شرايين الأمة، ويتعزز مسارها ومصيرها كلما استعادت مصر صحة ثوابتها ودورها الريادي، إذ تبث روح الحيوية والاستنهار في شقيقاتها العربية والإسلامية، وتحفز الحلم باسترداد حق فلسطين وعودة شعبها، وتركز فرضية صراع الوجود مع العدو وإحياء الأمل بوحدة العراق والإمساك بزمام الحل المعقد في ليبيا واليمن والبحرين وغيرها، وتساعد على زوال الغزو من أفغانستان، وتشكل صمام أمان للخروج من المأزق المقلق في سوريا الممتدة.